ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي مع الفقرة الطبية. المنيو النهاردة دايت على الآخر، ملناش حجة بقى، كله بالشوفان والحلو معمول بسكر سيسل كمان. شتا بقى وعايزين ناكل ونشبع ونتدفى كده، بس طبعا بأمان. صدور الفراخ اللي بالشوفان ومعها كده طبق المكرونة الفلورنسا، أما الحلو صحي جدا، عملنا البانكيك بالشوفان والسكر دايت سيسل كمان. معانا النهارده خبيرة التغذية العلاجية دكتورة نهال حافظ، هتقول لنا رأيها في الجمال ده وازاي نقدر نوظفه بشكل صح في الدايت، وهتحكي لنا ازاي الدكاترة عندهم في اون تارجت فارما بيعملوا أنظمة غذائية مناسبة للحالات مع كورس الأناسيليوم علشان يقدروا يخسروا وزنهم بسهولة وبدون حرمان. أهلا بيكي يا جميلة. أهلا بيكي، منورانا بنورك. طبعا الناس يعني إيه دكتور نيهان، دكتور نيهان طبعا أنت اللي بتوزعي الحالات والدكاترة طبعا بيقولوا هي بجد يعني ليها كده وجهة نظر ورؤية للشخصيات اللي بتتواصل معها من أول ما حد بيتصل بالتليفون عشان يتواصل من خلال ارقام اون تارجت فارما. حضرتك اللي بتوزعي المهام على الدكاتره، صح كده؟ صح كده. الوصفات بتاعتنا النهارده ليس عليها غبار، انت شهدتيلي اهو. انا ماليش دعوه. بصي انا فعلا هي الوصفات دي حلوه قوي، بس انا عندي كومنت بقى. أيوة. الناس ممكن تبقى مش فاهمين. قوليلي بقى، هو الشوفان الناس فاهمه ان هو طبعا حاجه صحيه، فاحنا ناكل منها الكميات اللي احنا عاوزينها. انا عاوزه اقول ان الشوفان من الحاجات اللي سعراتها عاليه، هي زيها زي الرز وزي العيش، هي المؤشر الجاسميكي او السكري بتاعها عالي او سوري قليل، فهي ممكن تبقى زي الرز نشويات وكل الكلام ده او سعراته عاليه، بس هي المؤشر السكري بتاعها قليل، فبالتالي مش بيرفع سكر الدم مره واحده، فبالتالي بيخلينا ما يرفعوش مره واحده، فبيخلينا ما نجوعش، وفي نفس الوقت بيخلينا ما نجوعش بسرعه، وده المهم. دايما مشكلتنا بناكل نشويات ان انت بتاكليها بتبقي مبسوطه قوي، وبعد نص ساعه او ساعه تحسي نفسك ايه ده، انا مش قادره، كاني ما اكلتش. الشوفان سعراته عاليه بس هو المؤشر بتاعه قليل، فكمان بتبقى عمليه الهضم والامتصاص بتاعته بتاخد وقت، فما بيرفعش سكر الدم بسرعه. فمش معنى كده ان هو حاجه المؤشر السكري بتاعها قليل، فانا بقى ايه ده الشيف عظيمه بقى النهارده عامله اكل صحي فاكل براحتي بقى. فهو اهي حاجه حتى لو صحيه لو زادت عن حدها بتقلب ضدها، يعني حتى لو حاجه هيلثي قوي، يعني حتى الافوكادو، دايما بتكلم عن الافوكادو، بس الافوكادو من الدهون الصحيه اللي احنا محتاجينها. لو انا بقى فتحت على البحر وكلت طبق افوكادو مليان، ده غلط، ده مش صح، ده هيقلب معايا بنتيجه عكسيه. فالشوفان سعراته عاليه، يعني المفروض نقنن الكميات بتاعته. أيوة. هو الميزه اللي فيه بعيدا عن الرز والعيش والحاجات التانيه ان هو المؤشر السكري بتاعه قليل، فما بيرفعش سكر الدم مره واحده، لا بيرفعها تدريجيا. ده حلو قوي. طيب نتكلم بقى على كورس الأناسيليوم. تمام. عشان ناخد بقى كده من اول ما بيجي لك الطلبات او الاوردرز او الناس تبدا تتواصل يا دكتور، بتبداي بقى توزعي المهام. تكلمينا عن الكورس بقى واحده واحده وبتقولي لهم ايه، وبعدين نتكلم عن الأناسيليوم نفسه، فكره الالياف كمان. تمام. بصي احنا لازم قبل بنوزع المهام على حسب كل واحد بيعرف يتعامل مع انهي فئه، يعني في مثلا الناس الكبار بيبقوا محتاجين دكاتره معينين. أوكي. الاطفال بيبقوا محتاجين دكاتره معينين. الناس اللي خلقها ضيق بتبقى محتاجه دكاتره معينين. الناس اللي هي بتبقى بتحب تسال كتير قوي وبتبقى قلوقه، فمحتاجه حد يطمنها، فمحتاجه نوعيه معينه من انواع الدكاتره، من الشخصيات. ست البيت بقى اللي قاعده ايه كده، عاوزه حد كده ايه يدلعها شويه، يديها كلمتين حلوين، يديها دفعه، يديها باور، دي برضو بتبقى محتاجه نوع من انواع الدكاتره معينين. ده اول تقسيمه بالنسبه لنوعيات الاشخاص او نوعيات الناس اللي بتتعامل معانا. نيجي بقى لنوعيه مريض السمنه. 90 او 99% من مريض السمنه بيبقى عنده شهيه عاليه، تبقى شهيته مفتوحه، ولو ما عندهوش شهيه عاليه بيبقى عنده شهيه لنوعيات اكل بتتخن. يعني واحده تقول لي انا ما باكلش طول النهار، بس انا بحب مثلا اشرب كافيين كتير، بحب مثلا احط في حاجات السخنه سكر كتير. فده معناها ان انا عندي شهيه لنوعيات اكل بتتخن. ايوه. في حد تاني يقول لي انا بفتح التلاجة ما بقفلهاش يا دكتور طول النهار والليل. فده عنده شهيه عموما للاكل. مش لنوع معين، عنده شهيه مفرطه. التاني عنده شهيه عاليه، ما يفتكرش انا عشان ما اكلتش طول النهار، بس انت عندك شهيه لحاجات معينه. واحده تقول لي ايه، انا كاكل ما باكلش، بس انا عندي مشكله.
بحب الحلويات. ما هو ده يا جماعه نوع من انواع، عشان انا بحب نوعيات اكل بتتخن او بترفع سكر الدم. واحده ممكن تقول لي ايه، انا عندي مشكله بحب النشويات. واحده تانيه تقول لي بصي انا طول ما انا قاعده في البيت ما باكلش، بس النقنقه ده برضو اللي هو يقولوا ما عندنا ونقنق في البيت. اللي هو ايه، بتاكل كتير يا دكتور، بتاكل كتير من غير ما تحسي، وبتحسي طول الوقت انت ما اكلتيش، رغم ان انت ممكن تبقي ايه نقنقه هنا وهنا وهنا. ودي ست البيت اللي هي ايه، ادوق ده وادوق ده وادوق ده وادوق ده، تلاقيها في الاخر على اخر يوم خدت سعرات كبيره قوي. فمريض السمنه 99% او 90% احنا قلنا شهيه عاليه. نيجي بقى للنوع الثاني، نوع يمكن بنسمعه كتير بيبقى عنده مشاكل في الحرق، ممكن يبقى عنده نقص فيتامين د بيأثر على الحرق، ممكن يبقى عنده نقص حديد، عنده أنيميا بتأثر على الحرق، ممكن يبقى عندها لخبطة في الهرمونات، عندها هرمون اللبن زيادة شوية بعد في وقت الرضاعة، ممكن يكون عندها تكيسات مبيض مأثرة على الحرق بتاعها، ممكن تبقى أصلا ما عندهاش أي مشاكل صحية أو أي نقص فيتامينات، هي المشكلة إن هي كانت ماشية على نظام غذائي غلط ففقدت كتلة عضلية أو فقدت وزن كبير جدا على الميزان، فمعناها إن هي فقدت كتلة عضلية كبيرة، يعني أثر على الحرق بتاعها فبقى حرقها ضعيف. ودي يمكن أشهر جملة أنا بسمعها، تقول لك إيه دكتور أنا عندي مشكلة، كنت بخس زمان وزن كتير قوي أو كيلوهات كتير قوي، بس دلوقتي مهما أعمل دايت أو مهما أستخدم كورس تخسيس بلاقي نفسي حرقي ضعيف، ما بنزلش بسهولة. فهي دي الفكره، تمام. فانا بقسم الناس لنوعين، نوع شهيته عاليه ونوع عنده مشاكل في الحرق. ده هديله ايه وده هديله ايه. شهيه عاليه يبقى محتاج ماده زي الجارسينيا كامبوجيا تقفل الشهيه النشويات والسكريات. عندي مشكله في الحرق يبقى انا محتاجه اشوف المشكله ايه واعالجها مع الكورس. ودايما اللي عنده مشكله في الحرق لازم ياخد حوارق، ياخد حاجه زي ال كرانتين اللي موجوده في منتج السلاك. ليه انا بدي هنا جارسينيا وبدي هنا ال كرانتين منتج السلاك؟ بدي هنا جارسينيا كامبوجيا مع سيليوم هاسك عشان هو محتاج مواد فعاله كتير جدا تقفل الشهيه. من الاخر لما تفتح الثلاجه تقفلها تاني، وحتى لو انا بنقنق محتاجه حاجه تقفل معايا برده عشان حتى النقنقه اكون ما بقاش نفسي ليها. ده رقم واحد. ده الناس اللي عندها شهيه عاليه. الناس اللي عندها بقى مشكله في الحرق ليه بديها في الكورس؟ على فكره بتكلم على مواد فعاله، مش لازم الكورس فيه ايه. بديها ال كرانتين موجود في السلاك لان انا محتاجه اعلي معدل الحرق. محتاجه لو انا عندي نقص فيتامين د اديها، اشوف نسبه فيتامين د كام وايه المنتج اللي بتاخده او الجرعه اللي بتاخدها بتاعت فيتامين د من الصيدليه، اديها معاها كورس مناسب. فالكورس المناسب يا جماعه لازم يبقى فيها حاجه بتعلي معدل الحرق زي ال كرانتين اللي موجود في منتج السلاك. اول حاجه ال كرانتين ليه وظايف يعني كتيره جدا. اول حاجه ان هو بيعلي معدل الحرق، بيشتغل على نوعين من الدهون، الدهون اللي هي السطحيه واللي هي تحت الجلد والدهون الداخليه، فبيشتغل على نوعين بتوع كويس. الدهون وده ميزه مهمه قوي. ميزه كمان ال كرانتين ان هو كمان بيبدا يحرق او بيودي الدهون دي بينقلها للمكان اللي فيه اللي هو حرق اللي هو الميتوكوندري او الخلايا اللي بيحصل فيها حرق للطاقه. فهو اول حاجه بيشتغل على علم الدهون، تاني حاجه بينقل الدهون من مكانها بيوديها للمكان اللي هتتحرق فيه، تالت حاجه ان هو بيحرقها، رابع حاجه ان هو بيكسر ثبات الوزن. اهم حاجه بيعملها منتج السلاك اللي هو اللي فيه ماده ال كرانتين ان هو بيمنع تكوين الدهون. ما دلوقتي هحرق الدهون، انا خلاص جبت الدهون نقلتها من مكانها حرقتها تخلصت منها، عاوزه بقى اضمن ان الدهون دي مش هترجع تاني. ده المهم بقى ده. هو ده المهم. السلاك بقى بيعمل كده، بيمنع تكوين الدهون تاني عن طريق ماده الكروميوم. هو في ال كرانتين، في كافيين، في كروميوم، في فيتامين سي. فهو في الاربع مواد اللي هي تعتبر حوارق للدهون او بتشتغل على حرق الدهون. فانا شهيه عاليه لازم في الكورس يبقى فيه جارسينيا كامبوجيا وسيليوم هاسك. انا بتكلم عن مواد فعاله مش اسم منتج بعين. تمام. حرق، عاوز اعلي الحرق وعاوز احرق الدهون وعاوز اكسر ثبات الوزن، يبقى حديلهم ماده ال كرانتين اللي موجوده في منتج السلاك. كويس. والكافيين بقى وديلهم معاه كمان كروميوم، عشان الكروميوم من الحاجات اللي بتمنع تكوين دهون جديده تاني. طيب احنا ممكن ناخد ياسمين ونرجع نستكمل حديثنا معاكي يا دكتور. ياسمين مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. تسلم ايدك على كل حاجه حلوه. حبيبتي تسلمي لي، كلك ذوق، ميرسي. خليكي حزم. دكتور نهال، اتفضلي حضرتك. عامله ايه يا ياسمين؟ الحمد لله. ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله تمام تمام الحمد لله. صوتك مبسوط. معلش كان عندي برد خفيف.
لا لا لا، صوتك حلو بالعكس، صوتك مبسوط جدا ربنا يخليك وشكله في طاقة إيجابية كده. ربنا يخليك. طبعا مبسوطة جدا جدا. عايزة أتكلم بس عن تجربة كورس الأناتوليوم. تمام، اتفضلي. صراحة ممتاز جدا جدا. أخدته وبدأت فيه وكان وزني 99 كيلو، وصلت ل 82 حاليا. حلوة قوي. طبعا دي نتيجة، أنا مبسوطة بقى جدا. وأهم حاجة إن كان في مصداقية طبعا في الكلام. طبعا في الموضوع فرق معايا في اللبس، في الخرقة، في الشكل، في كل حاجة طبعا. في النفسية. تمام. بجد مبسوطة قوي قوي. 16 وأهم حاجة 17 طبعا كيلو اكيد هيفرقوا معاكي في النفسية، صح؟ طبعا في كل حاجة والله، في الشكل، في اللبس، في الخرقة، في النفسية، في كل حاجة طبعا مبسوطة قوي قوي. وطبعا اهم حاجه عايزه اتكلم عنها ان المتابعه ممتازه قوي قوي مع دكتور يوسف، بجد بشكره قوي قوي. في عنصرية لالا اليوم؟ طبعا الموضوع ده ما بيبقاش، المصداقيه دي مش موجوده في اي مع اي دكتور طبعا، والمتابعه بتاعتنا ما بتبقاش طبعا في التزام. بالنسبه لي الحمد لله كانت كل حاجه كويسه، والدكتور يوسف المتابعه كويسه جدا معايا، ووقت ما بطلب اي حاجه فعلا بلاقيه. واولا واخيرا الكورس كويس جدا جدا، يعني الكورس فرق معايا جامد قوي. تمام. كنت فمكملة بتستخدمي الحمد ايه في لله. الكورس الاناسيليوم يا مدام ياسمين؟ بتقولي ايه يا دكتور؟ كنت مش سامعة. بتستخدمي كورس ايه؟ يعني كنت بيديكي ايه في الكورس؟ الاناسيليوم اللي هو المشروب والكبسول. تمام. وفي نقط الحرق. تمام. والسيلات طبعا. السيلات لسه كنا لسه بنتكلم بنتكلم عليه عنه. في الحلقة دلوقتي. حلوة قوي قوي. تمام كده. بجد الكورس ممتاز قوي يعني، وانا ما كنتش مصدقه ان هجيب نتيجه كويسه كده. تمام. فالحمد لله مبسوطه جدا جدا. واكتر حاجه انا مبسوطه ليها الذكيه فعلا، الا ده مش بقى. تمام. نفسك بقى توصلي لايه؟ نفسك تنزلي لحد ما توصلي الوزن كام؟ يعني ابسط حاجه ممكن اوصل 75 ان شاء الله. بجد انا مكمله لسه يعني ان شاء الله. ان شاء الله 8 كيلو كمان ان شاء الله جايين. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تمام بجد تمام ميرسي مكمله، حضرتك. وهكمل ان شاء الله الوزن الثاني ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي، ميرسي جدا. شكرا شكرا لحضرتك. لمكالمتك، شكرا جزيلا. اول حاجه بشكر دكتور يوسف اول جدا، عنصر رجالي نتحدث عنه. وهو في المتابعه ممتاز، العملاء كلها بتحبه وبتشكر في متابعته. عنده كده يعني ايه، بيقدر يسمع كويس جدا، بيقدر يدي سبورت حلو قوي، بيقدر يدي نصايحه ممتازة. هو اسم على مسمى من الناس اللي بتهتم بالهيلثي وبالصحة وبتحب الجيم كمان، فهو كويس. بيبقى عنده معلومات حلوة قوي حتى عن الفتنس، يعني حتى لو حد بيروح الجيم أو بيلعب يقدر رياضة يفيده. هو يقدر يفيده بكل التمارين اللي ممكن يعملها. وحتى لو انت قاعدة في البيت، يمكن عشان كده العملاء بتحبه، ان هي بتلاقي حد متكامل، اللي هو ايه، هو حد بيخسسني وبيتابع معايا وكمان بيخلينا نلعب رياضة في البيت. فبشكره جدا. 16 17 كيلو ده حلو قوي. كويس. نسينا نسألها فترة قد ايه بس يا دكتور؟ بصي، هو احنا دايما بنقول ان متوسطات النزول عندنا من كيلو ونص ل 3 كيلو في الاسبوع. كويس. فهتلاقي من 10 ل 12 كيلو في الشهر. فده هتلاقيها في شهر ونص، ممكن تبقى شهرين لو عندها مشاكل في الحرق. هي كمان اكيد كان عندها مشاكل في الحرق لانه مديها منتج السلاك. السلاك بنديه دايما للناس اللي عندهم مشاكل في الحرق، الناس اللي عاوزه تعلي معدل الحرق، للناس اللي عاوزه تكسر ثبات الوزن، ان ده مهم قوي. ان احنا بنيجي بعد فتره من الدايت بيحصل لنا بلاتو او ثبات في الوزن، فاحنا هنا بنتدخل بمنتج السلاك بحيث ان هو يكسر ثبات الوزن. وكمان الميزه اللي انا شايفاها انا كبقى واحده، لو هحط يعني نفسي مكان المشاهد، اكتر ميزه بالنسبه لي ان هو بيمنع تكوين الدهون تاني دي من حاجه جديد. حلوه بقى دي، دي بقى احلى حاجه. احنا لسه كنا بنتكلم بقى في البوينت المهمه دي، اللي هي ما ترجعيش تاني تكوني الدهون، تاني تزيدي، لان ده في ناس حقيقي ترجع تزيد اكتر مما كانت عليه. ده كتير جدا. في الحاله دي بقى بيفضلوا يمشوا على الاناسيليوم لفتره دكتور، بس الكميات او الانتاج بتاعهم بيقل بقى ولا بيبقى ايه الوضع؟ بص، هو الاناسيليوم بيصغر حجم المعده. ممكن ساعات بنستخدمه في التثبيت يوم او يوم لا. أوكي. احنا في فتره الكورس احنا بنبقى المتابعه بتاعتنا مش بس نظام غذائي، بنبدا بقى نقول لك بدري ده مكان ده في الاكل، بدري ده مكان ده. أوكي. فبنبدا نحولك من حد كل اكله غير صحي لحد بيعمل اكل صحي. حتى احنا دايما في الفيديوهات بتاعتنا على السوشيال ميديا، اللي هو عادي بيض بالبسطرمه، تلاقي محشي، تلاقي بطاطا، تلاقي. فبنحاول نقرب من الناس ان احنا هنوفر لكم كل حاجه. أيوه. حتى المعلومات بالمتاح اللي في البيت كمان. بالمتاح اللي في البيت، بحيث ان انت يعني ايه،
ما تروحيش تدوري بره على حاجه، اكل موجود، نظام غذائي موجود، كورس موجود بيوصلك لحد البيت، دكتور يوسف بيمرن الناس فتنس وهم في البيت، فنعمل ايه اكتر من كده يا جماعه؟ طريقه التواصل يا دكتور بعد اذنك. طريقه التواصل من خلال صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، او من خلال صفحه نيال حافظ على الفيسبوك، او من خلال انستجرام اون تارجت فارما، او من خلال انستجرام نيهال حافظ، ايوه، او ممكن من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه، من خلال الواتسابات بتاعه الارقام اللي بتظهر على الشاشه. والتوصيل عندنا مجانا من مجانا. اول اسكندريه لحد اسيوط، والمتابعه مجانيه مع الكورس. حتى والله يعني الانظمه الغذائيه، يعني احنا كمان بنعمل نظام على حسب الحاله وعلى حسب شغلها وعلى حسب مجهودها اليومي وعلى حسب امكانياتها برضه هي تقدر تعمل ايه في البيت. وبيصادفكوا ناس بقى دكتور لما يعني بتبقى هي مثلا جربت اكتر من منتج وما جابش معاها نتيجه، ده وجات بقى لسه داخله متخوفه شويه، بصي دي الحالات اللي زي دي بتعملوا؟ بصي هو انا الحاله دي بتبقى من اكتر الحالات اللي بتبقى انا مهتميه بيها، يمكن عشان هي نفسيا بتبقى مدمره. عارفه لما توعدي حد كل مره بحاجه ويخلف في الوعد، فانت وعدتيها مره والثانيه والثالثه، في الرابعه تقول لا بقى انا مش مصدقه، فدي بتبقى محتاجه دعم نفسي الاول، محتاجه ان هي تثق في المنتج وتثق في الشركه وتثق في الدكتور عشان اصلا تخس، لان هي ما بقاش عندها ثقه في حد. هو ناس كتير قالت لها هساعدك وفي الاخر خذلوها. فدي بتبقى اكتر حد انا ببقى متفهمه موقفه جدا، متفهمه ان هو ممكن يبقى ما عندهوش ثقه في حد، متفهمه ان هي ممكن تدخل تزعق ولا وانتوا زي غيركم، كلام كتير بنسمعه. فاحنا بناخد الحاله بنسمع منها كل اللي هي عاوزه تقوله، وبعد كده بقى بنبدا واحده واحده، طب ايه اللي مضايقك، طب قولي لنا، طب هنساعدك، طب والحمد لله بتخس معانا وبتلاقي الثقه حتى في المتابعه. طيب قولي لنا بالنسبه بقى للسكر اللي بيبقى مع الكورس اللي هو سيسل، يقدروا يستخدموه عادي مع المشروبات الشتويه اللي احنا بنستخدمها، يبقى كنوع من التقنين للسكر الابيض الكميات، ولا نعمل ايه بقى؟ طبعا انا عن نفسي بستخدم سكر سيسل. اول حاجه ماده السيسل هقول مرارا وتكرارا هو عباره عن ماده السكرالوز، الماده دي الاف دي اي مصرحه بيها من عشرات السنين. الماده دي ملهاش اي اثار جانبيه، الماده دي بتضاعف اضعاف طعم السكر العادي، استهلاكها في الحلويات اقل بكتير جدا من السكر العادي، يعني لو السكر العادي هتاخدي كوبايه انت هتاخدي منها ربع كوبايه. الماده دي زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج، الجسم مش بيعرف لا يمتصها ولا يهضمها، فطبيعي سعرات حراريه داخله، يعني زيرو سعرات حراريه. الماده دي ما بتغيرش طعم المشروبات ولا الاكل، وده مهم لاي حد بيعمل دايت. كمان السيسل من الحاجات اللي تقدري تدخليها الفرن، تقدري تعملي بيها اي معجنات لاولادك. ده اول طريق انك ابدا اغير حياتي من حاجه غير صحيه لحاجه صحيه، ان انا ابدا اعمل اسلوب حياه صحي. دي حاجه كويسه جدا. طيب يا دكتور بالنسبه بقى لاصحاب الامراض المزمنه اللي هم كانوا اعمارهم بتتخطى بقى الخمسينات وكده، كان بيواجهكم مشاكل لو هم ما عندهمش غير مثلا مريض قلب، مريض سكر، طبعًا. مريض كوليسترول، هل كان يعني في مشاكل في الحرق معاهم ولا كانت الدنيا بتبقى كويسه؟ بصي هي المشاكل في الحرق دي ملاش يعني العمر مش عائق. أوكي. هو العائق في ان انا ممكن اكون انا مش رياضي، ممكن اكون عملت انظمه. على فكره احنا بيجي لنا ناس حاجه و20 سنه عندها مشاكل في الحرق اكتر من ناس عندها حاجه و40 وحاجه و50 سنه. لان بيبقى المشكله هنا ان انا اتبعت انظمه غذائيه غلط، فطبيعي نزلت جامد، فالكتلة العضلية عندي بقت قليلة، دي بتعتمد، عشان كده بقول لك الراجل بيخس أسرع من الست، عشان الراجل الكتلة العضلية بتاعته أكبر من الست، فطبيعي بيحرق أكتر، فبتلاقيه بمجرد ما بيظبط أكله شوية هوب خس بسرعة، الست يعني تقعد بقى تهاتي وهاتي النظام ده وهاتي مش وهاتي الكرسي المكثف وهاتي كذا، وتلاقي إن معدلات نزولها بتبقى أقل. بس أنا عاوزة أقول على حاجة، الستات عندنا بيبقى عندهم إرادة ما شاء الله، بيبقى عندهم عزيمة، بيبقى واخدين الموضوع تحدي، فبيبقوا ماشيين على كل حاجه بحذافيرها، وفعلا بيجيبوا نتائج عندنا اكتر من الرجاله بكتير، رغم ان المفروض علميا الرجاله تجيب اكتر. بس الست ساعات كده بيبقى عارفه عندها ايه، عند اصرار، عزيمه. طبعا احنا متعودين على ما شاء الله، شفت حالات فوق ال 60، فوق ال 60. انا عندي الحاجه نجيبه ما شاء الله 56 سنه، انا عمري ما هنساها، كانت لازم اجيبها في حلقه، اكيد هنبقى نازل صورها بيفور اند افتر، كانت 136 كيلو وبقت 56، ما شاء الله ما شاء الله. دي بالنسبه لي طفره، دي بالنسبه لي طفره، او من اهم النجاحات عندنا في الشركه. ان دايما يقول لك السنه هائق، 136 توصل 56 كيلو، ده بالنسبه لي انجاز. عندها السكر، كان عندها كمان الغضروف، وكانت بتمشي يعني بيزقوها كده، او سوري يعني بيشدوها من كتر ما هم
تقيلة، حركتها مش حركتها قادرة. تقيلة ما شاء الله دلوقتي، الحمد يعني لله. ما شاء فراشة الله ماشية على الأرض. ما شاء الله. والله يا دكتور بنشكركم جدا. من الشركات اللي الواحد يقول اللي بتحافظ على نجاحها، هو الأهم من النجاح دايما الاستمرار على النجاح، ده الحقيقي. فأتمنى لكم طبعا كل التوفيق والنجاح. واسمحوا لي أشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، خبيرة التغذية العلاجية نيهال حافظ، شرفتيني ونورتيني. بنور. وبشكر حضراتكم طبعا لحسن يعني المتابعة والثقة الغالية. ومن هنا الحلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله، أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.